أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. والبداية بالعناوين: لجان الصياغة بالبرلمان والدولة تستأنف جلساتها غدا السبت، ومصادر تؤكد قرب انتهاء الجولة الثانية من الحوار. تحقيقات اغتيال الصحفية المالطية غاليزيا تثبت تورط جهات إيطالية ومالطية رسمية في عمليات تهريب النفط الليبي. في درنا مقتل عنصرين من مجلس شورى المجاهدين في اشتباكات المسلحة جنوب المدينة. حياكم الله إلى التفاصيل. تستأنف غدا السبت اجتماعات لجان الصياغة التابعة للبرلمان المنحل وما يعرف بإعلال الدولة، ذلك استكمالا لتعديل اتفاق إسخيرات. هذا وأعلنت لجنتا تعديل الاتفاق خلال اجتماعاتهما الخميس عن تشكيل اللجان المصغرة لمناقشة الملفات المطروحة. لجنتا التعديل أيضا أكدتا على أنه من بين الملفات التي تناقشها اللجان المصغرة هي السلطة التنفيذية والمادة الثامنة المسار الدستوري. قال عضو مجلس النواب المنحل عصام الجاني أن بعثة الأمم المتحدة تحاول مواءمة النقاط الخلافية بين مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة. الجاني في تصريح إعلامي أشار إلى أن هناك تعنتا من مجلس الدولة حول المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب السيادية بالاتفاق، وهذا يقود إلى تعنت مجلس النواب كون المادة الثامنة من ثوابت المجلس حسب وصفه، مضيفا بأن تعديل الاتفاق سيكون في بعض النقاط الجوهرية فقط. قال عضو البرلمان المنحل ولجنة صياغة الموحدة لتعديلات الاتفاق السياسي محمد القبيلي إن ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة يطمح إلى تقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب، مؤكدا رفضه ذلك. وأشار القبيلي إلى أن جلسات الحوار إلى الآن لم تصل لحلول بشأن النقاط الخلافية، وأن الأعلى للدولة لم يعترف إلى الآن بإلغاء المادة الثامنة حسب قرار مجلس النواب، مشددا على أنه لا حوار فيما قد يتضمن غير ذلك في شأن هذه المادة. يذكر أن جلسات الجولة الثانية من اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي قد انطلقت السبت الماضي بتونس برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة. قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد الصاري أن مشروع الدستور هو خارج إطار تعديلات اتفاق إسخيرات أو خارج المفاوضات بين الأطراف السياسية لأنه خرج من يد الهيئة التأسيسية وأصبح ملكا للشعب. وأضاف الصاري في اتصال مع التناصح أن دور الأجسام السياسية ينحصر قصرا في عرض مشروع الدستور للتصويت في استفتاء عام، وأشار إلى أن هناك أعضاء في مجلسي النواب المنحل وما يعرف بالأعلى للدولة يعارضون مشروع الدستور ويريدون إخضاعه للمحاصصة وتحقيق رغبات شخصية وتوجهات مناطقية. هذا وكان أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد استنكروا في بيان لهم الخميس طرح العملية الدستورية كبند رئيسي في الحوار السياسي الجاري في تونس. البيان شدد على أن الهيئة هي صاحبة الاختصاص الوحيد بشأن إعداد مشروع الدستور، وأن الأحكام الصادرة ضدها هي أحكام مؤقتة تقضي بإيقاف قرار مشروع الدستور فقط دون النيل من مشروعيته. وأضاف البيان بأن عرقلة المسار التأسيسي وعدم الذهاب إلى الاستفتاء سيؤدي إلى استمرار المرحلة الانتقالية التي انعكست على حياة المواطن اليومية، مهيبا في الوقت نفسه بكافة الأطراف المعنية ضرورة إكمال المسار الدستوري وعدم المساس به. تساؤلات كثيرة تطرح عن حقيقة دور الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، فهل تريد الأمم المتحدة حلا في ليبيا فعلا أم أنها تسعى وراء شيء آخر؟ هل نجحت الأمم المتحدة في حلحلة أي أزمة في المنطقة؟ عن حوار تونس وجدوى التعلق بنتائجه الزميل عبد الرحمن عبد السلام بن عبد الرحمن عد هذا التقرير. بعدما احتفلت الأمم المتحدة ولجان حوارها المنبثقة عن النواب المنحل ومجلس الدولة في الصخيرات قبل عام ونيف، ها هي الوجوه ذاتها تعاود الكرة لمحاولة إيجاد اتفاق جديد دون أن تعترف هذه الأطراف بفشلها الذي هللت له
ووصفت معارضيه بأنهم معرقلون للسلام. اتفاق الصخيرات الذي أصر المبعوث السابق كوبلر أنه غير قابل للتعديل وأن ملفه أقفل، ها هو المبعوث الجديد غسان سلامة والمجتمعون في تونس يفتحون ملفه ويعبثون بمخرجاته في محاولة جديدة لحل الأزمة الليبية التي زادت الحكومة المقترحة من الأمم المتحدة في تأزيمها وإيصال البلاد لحالة الدولة الفاشلة التي لا تستطيع حتى السيطرة على مؤسساتها. تجارب الأمم المتحدة في المنطقة من العراق إلى اليمن وصولا لسوريا لم تكن تدخلاتها إلا زيادة للفرقة وإشعالا للحروب وزيادة في معاناة الشعوب وانسدادا لآفاق المصالحة الشاملة وجمع الكلمة، بل كانت تدخلاتها لفرض طرف على آخر وتثبيت جماعة وإقصاء أخرى حسب ما يرى متابعون. وإذا كانت تدخلات هذه المنظمة تأتي بهذه النتائج الكارثية، يتساءل كثيرون لماذا يصر الساسة الليبيون على تسليم كامل الملف الليبي للأمم المتحدة دون أن تكون هناك إرادة حقيقية للشعب الليبي الذي أضحى حقلا لتجارب الأمم المتحدة والتي أوصلته لما هو فيه من ضنك للعيش ومعاناة وعدم الاستقرار. وجدوى تلك الرحلات المكوكية التي تصرف عليها آلاف الدولارات من قوت الشعب الليبي، فهل سيتمخض عن حوار تونس تجربة فاشلة جديدة كتجربة الصخيرات، أم أن الأمم المتحدة جادة هذه المرة في حل الأزمة الليبية؟ قال رئيس المكتب التنفيذي للهيئة البنغازية علي المانع أن إجراء انتخابات في المنطقة الشرقية يتطلب ضمانات دولية. المانع في تصريح صحفي أضاف أن المنطقة الشرقية ترزح تحت الاستبداد والقمع وحكم العسكر، وأنه لا وجود إلا للسجون والقتل خارج القانون وتكميم الأفواه ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بحرية ومنع مؤسسات المجتمع المدني من التحرك حسب قوله. وطلب المانع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتقديم ضمانات لإجراء أي انتخابات في المنطقة الشرقية بشكل نزيه على حد تعبيره. وجه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الجمعة كلمة إلى أهل الجنوب، أكد خلالها دعمه للدور الذي يلعبه الجنوب في التأكيد على وحدة ليبيا ولم شمل أبنائها على حد تعبيره. وقال سلامة في كلمة لها نشرت على الموقع الرسمي للبعثة الأممية أنه على علم تام بالاحتياجات الكبيرة لأبناء الجنوب الليبي، مؤكدا أن عمل المنظمة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في الجنوب غير كاف وفق تعبير سلامة. وصلت التحقيقات بشأن اغتيال الصحفية المالطية دافني غاليزيا إلى وجود روابط بتحقيقات أجرتها الصحفية بشأن تورط جهات إيطالية ومالطية في عمليات تهريب النفط الليبي بالتعاون مع مجموعات مسلحة ليبية. وحسب صحيفة كوريري ديلا سيرا فإن محققين أمريكيين وهولنديين وبريطانيين وإيطاليين وصلوا مالطا لمتابعة التحقيقات، وأن من بين تلك الملفات التي عثر عليها صفقة علاج الجرحى الليبيين التي جرت من خلال وسطاء مالطيين. وسددت ليبيا من خلالها الملايين إلى مستشفيات وهمية وعيادات غير موجودة في أوروبا. وكانت دافني قد تقدمت قبل أسبوعين من مقتلها بشكوى إلى الشرطة المحلية بمالطا إثر تلقيها تهديدات من مجهولين بتصفيتها. أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أن تدفق المهاجرين عبر حدود ليبيا الجنوبية تراجع بنسبة 25%. مينيتي في تصريحات لصحيفة الإسطمبة الإيطالية قال إن هذا التراجع جاء بسبب ما وصفه بتعزيز علاقات إيطاليا مع تشاد والنيجر ومالي. وأوضح مينيتي أن الحدود الجنوبية لليبيا هي الحدود الجنوبية لأوروبا، حيث بوسع المقاتلين الأجانب المرور عبرها عائدين من ساحات القتال في سوريا والعراق على حد تعبيره.
عبر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك عن دعمه الكامل لعمل رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني في تعاون مع السلطات الليبية. توسك في مؤتمر صحفي عبر عن دعمه لجهود جنتيلوني لتعزيز قدرات مواجهة الهجرة غير القانونية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي وعد بتخصيص مزيد من الأموال لعمل إيطاليا مع ليبيا من أجل الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، مؤكدا في تصريحاته أن لديهم فرصة حقيقية لإغلاق الطريق الرئيسي عبر المتوسط. أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن الاتحاد يتعاون مع المنظمات المعنية بالهجرة لمعالجتها سواء داخل أو خارج الأراضي الليبية. أوضحت موغريني في تصريحات لها لدى وصولها إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية الدورية في بروكسل أن التعاون الذي تبذله مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع المنظمات الدولية أدى إلى انخفاض أعداد المهاجرين. وتوقعت ممثلة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من زعماء الدول الأعضاء إعطاء دفعة جديدة لعمل الاتحاد الرامي إلى تعزيز الاستثمار في إفريقيا على حد قولها. من جهتها اتفقت الجزائر مع الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون من خلال الحوار الدوري المنتظم حول مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن الإقليمي لمواجهة خطر الاضطرابات الأمنية سواء في ليبيا أو مالي. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مع عدد من المسؤولين الأوروبيين على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بخصوص الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب المنعقدة مساء الخميس. ورحب رئيس البرلمان الأوروبي تجاني خلال لقاء مساهل بنوعية روابط التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مشيدا بدور الجزائر في إيجاد حل للأزمة الليبية. وفي شأن ذي صلة، قال الناطق باسم قوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم أن حرس السواحل الليبي تمكن من إنقاذ 134 مهاجرا غير قانوني بينهم 4 نساء قبالة سواحل الجاربولي. قاسم في تصريح للتناصح أضاف أن العملية تمت بالتعاون والتنسيق مع جهاز البحث والإنقاذ الإيطالي بناء على بلاغ وارد من غرفة حرس السواحل، موضحا أن العملية تمت فجر الأربعاء الماضي. وقال قاسم أن المهاجرين كان من جنسيات إفريقية وبنغالية وعربية من المغرب وتونس ومصر، وقد تم نقلهم لقاعدة طرابلس البحرية. قتل فجر اليوم بمحور الدار الحمر 2 من عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة، هما سالم القربادي وعبد الله القبايلي. افاد مصدر خاص لقناه التناصح ان العنصرين قتلا دفاعا عن المدينه، وقام اهالي المدينه بتشييع الجثامين بعد صلاه الجمعه بمسجد الصحابه الى مثواهم الاخير. هذه النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقول بأن 500,000 ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي. أن يكون في هذه الأحداث الدموية تحقيق جاد، تحقيق سريع حتى ينصف الناس، وكل مجرم ومذنب ينال عقابه. أما أن تترك هذه الحوادث الواحدة بعد الأخرى تمر دون أن يوقع عقاب ودون أن يكون هناك تحقيق حقيقي، هذا تفريط. بعض هذه المسائل اللي تتعلق خصوصا بالسطو بالاغتيالات وبالقتل، وطالبنا الحكومة مرارا وطلبنا المسؤولين والنيابات ورجال القضاء أن يحزموا أمرهم والاستخبارات بحيث يضبطوا من هؤلاء المجرمين على الأقل عدد قليل
يقدموه من المحاكمة والقصاص العادل. للأسف يعني يطول هذه الشهور احنا نزلنا في نفس المكان، ما وجدنا تحقيقا جادا انتهى الى نتيجة، وصار فيه تحقيق وصار فيه قصاص وعقوبة لجاري بحيث يكون عبرة ورادعة لغيره. انتظر بيان وقرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابعة للإفتاء من اول ما اعلن حفتر هذا الانقلاب، وحذر الناس من الانضمام إليه، وقال كل من يقاتل قال هو خارج عن ولي الأمر وخارج عن الشرعية باعتراف الحكومة وباعتراف المؤتمر الوطني. والبيان قال كل من ينضم إليه ويقاتل معه ويموت فيخشى أن يموت ميتة جاهلية. التي تبناها جماعة سموا باسم الدولة الإسلامية ولا داعش، وأتوا إلى شخص اسمه البغدادي أو كذا وأعلنوا بايعوه وصاروا يدعون الناس إلى مبايعته ويقاتلون دينه دونه، هذا ليس من دين الله في شيء، هذا ضلال. لابد من التبري من المجرمين، لا تقوم لهذه الدولة قائمة إلا إذا تبرى أهل الحق والخير من المفسدين والمجرمين، لا يؤوهم ولا يؤونهم ولا يناصرونهم ولا يدافعون عنهم ولا يتسترون عنهم. فإن من أحدث حدثاً أو محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لأن الإمارات في واقع الأمر هي تدعم التطرف، هي تقاتل مع الدواعش، هي تبعت الأسلحة لحفتر الذي يقاتل مع الدواعش، هذه حقيقة الأمر. المعركة الحقيقية يجب أن ينقلوها إلى بنغازي، لأن إذا انكسرت شوكة حفتر في بنغازي انكسرت شوكة الدواعش. المعركة معركة واحدة كما ذكرنا من أول الكلام، المعركة ليست هي معارك في الحقيقة، وإن تعدد جبهاتها فيها معركة واحدة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تصادف اليوم الجمعة الذكرى السادسة لمقتل معمر القذافي في 20 أكتوبر من عام 11 و2000 على يد ثوار 17 من فبراير. قتل القذافي إثر محاولته الهروب من مدينة سرت بعد السيطرة عليها قبل قوات الثوار، حيث اختبأ في نفق لتصريف المياه بعد الهجوم على موكبه. وقد تم إعلان التحرير عقب إعلان المجلس الوطني الانتقالي وفاة القذافي في 23 أكتوبر. رحلة امتدت 42 سنة لحاكم تسلط على شعبه، تلك هي قصة الملازم أولا معمر القذافي الذي أصبح رئيسا لليبيا ثم ملك ملوك إفريقيا ثم طريدا شريدا. أثر عليه في 20 أكتوبر في إحدى أنابيب الصرف الصحي ولم يجديه نفعا توسلاته لثوار 17 من فبراير، فكانت نهايته النهاية العادلة لمرتهني مصائر شعوب. المزيد في تقرير للزميل عدنان العطار. يوم انتظره الليبيون طيلة 40 عاما عاشوها في إذلال وإخضاع ممنهج تحت حكم العسكر بعد انقلاب سبتمبر الذي تزعمه معمر القذافي على الملك محمد إدريس السنوسي. تلا القذافي البيان الأول لانقلابه في 1 سبتمبر سنة 69 900 ألف، وقد شاركه مجموعة ممن أطلقوا على أنفسهم الضباط الأحرار، وقد أثبتت الأيام أنهم كانوا أحرارا في كل شيء إلا في حرية القرار والمصير. تولى الضباط الأحرار مقاليد الحكم في البلاد بقيادة القذافي الذي أصبح برتبة عقيد بين ليلة وضحاها، وأصبحوا ينادون بالقومية العربية وبالحرية والاشتراكية والوحدة. ولكن القذافي ورفاقه لم يدخروا جهدا حتى لتحويل تلك الشعارات إلى حقيقة على أرض الواقع، فالوحدة العربية تراجع عنها العقيد بعد سلسلة من المحاولات التي تجلت في تخريب علاقات ليبيا مع دول الجوار
الحوار. في نهاية المطاف أعلن الوحدة الأفريقية ليعود بالبلاد إلى المربع الأول ويبدأ تجاربه الفاشلة من جديد. أما الاشتراكية فكانت مصيبة البلاد الاقتصادية، زحف على أملاك المواطنين وتخريب للنسيج الاجتماعي تحت شعار الاشتراكية. أما الحرية التي كانت المادة المفضلة لوسائل إعلام القذافي فقد تم الحجر عليها بذرائع شتى، ففتحت أبواب المعتقلات لكل من حاول انتقاد سياسات القذافي وقام بتصفية معارضي الواحدة تلو الآخر، ولم يسلم من ذلك حتى رفاقه في الانقلاب أو أقاربه. الباحث في سيرة النظام السابق ورأسه لا يمكنه حصر كل تلك التركة الثقيلة، فمن السخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم وتحريف القرآن وتحويل المساجد وخاصة أوقات صلاة الفجر إلى كمين للقبض على رواد المساجد الملتزمين، ولا تهمة لهم إلا أنهم قالوا ربنا الله. انحدار في شتى مناحي الحياة، في التعليم والصحة والدفاع والشؤون الاجتماعية والعدالة، وهو ما انعكس لاحقا على تفاصيل الحياة اليومية بالمجتمع الليبي، وما نراه اليوم من ظواهر سلبية ليس إلا حصادا لما زرعته تلك السياسات الممنهجة عبر 4 عقود. مر ما يزيد عن 40 سنة من الظلم والعسف، جاء اليوم المعلوم، خرج الشعب الليبي يحيي مآثر الأجداد. كان الموعد 17 فبراير، وبعد صرخة البداية في بنغازي تحررت كل المدن الشرقية في أيام معدودة، وتوالى تحرير الوطن تباعا في كل أرجائه حتى جاءت صرخة النهاية. قتل ملك ملوك إفريقيا وهو يصرخ يتساءل، لا يعرف من هؤلاء ولا ماذا يريدون. إنها ساعة الحقيقة. قضي الأمر وكانت فبراير قاضيا 4 عقود من الظلم. أبدى مجلس مشايخ وعيان ترهون قلقه إزاء الأخبار التي تتحدث عن نية بعض أبناء قبيلة المجارحة قطع وتدمير بعض خطوط الطاقة والمياه احتجاجا على احتجاز أحد أبناء القبيلة في طرابلس. ووجه مشايخ ترهون نداء لأبناء قبائل المجارحة بتحكيم صوت العقل وتجنيب الأبرياء من أهلهم في ليبيا عامة وإيلات الجوع والعطش، مطالبين إياهم بالانحياز لليبيين أن يفسحوا المجال لمجلس ترهون للتواصل مع مشايخ وعيان ليبيا لإيجاد حل للمشكلة. وكان عدد من أتباع المدعو المبروك حنيش قد هددوا بتدمير خطوط نقل المياه والطاقة في حال لم يطلق سراح حنيش الذي اعتقل بعد محاولته الدخول إلى طرابلس على رأس قوة تابعة لأزدام النظام السابق. يواصل فنيو ومهندسو جهاز النار الصناعي أعمال الصيانة في منظومة جبل الحساونة. وحسب جهاز النهر فإن أعمال الصيانة هذه تأتي نظرا للظروف التي مرت بها منظومة جبل الحساونة من اعتداءات وأعمال تخريب وانقطاعات في التيار الكهربائي، مما أدى إلى سوء في عمل المنظومة. عقب اعتقال المبروك حنيش أحد أزلام النظام السابق جنوب طرابلس، هددت مجموعة من أتباعه بقطع الامدادات بالماء من جبل الحساونة عن العاصمة في مشهد يعيد استنساخ أعمال الابتزاز التي تمارسها جماعات خارجة عن القانون اتخذت من ليل الصحراء سترا لإجرامها. نطالب من اللي شد المبروك حنيش يفرجوا عنا كهرباء يطيق، وهي منظومة النار قدامنا وجميع قبائل الجنوب هنا متكاملة ومتواجدة وكان ما طلع خلال 72 ساعة. احنا نحرقها حرق. تهديدات بقطع الامدادات المائية من منظومة جبل الحساونة عن طرابلس. ليس ذلك فحسب، فالأمر قد يتعداه إلى تفجير خطوط نقل النفط والغاز من حقول الجنوب الغربي إلى المنشآت النفطية غرب العاصمة على يد جماعة مسلحة من أزلام النظام السابق تتبع الضابط السابق في الجيش الليبي مبروك حنيش. مبروك حنيش المجرحي من منطقة براك الشاطئ كان سابقا آمرا لما يعرف بحرس الحدود ما قبل الثورة 17 فبراير. تشير بعض المصادر إلى دوره الكبير في جلب المرتزقة من تشاد والسودان، وكان على رأس كتائب القذافي التي حاصرت مدينة الكفرة، إلى أن تم دحره هو ومرتزقته أوائل مايو 2011 من قبل ثوار الكفرة.
أحنيش كان قد أعلن قبل مدة في مقطع مصور في إحدى المناطق الصحراوية رفقة مجموعة مسلحة أنه سيتوجه إلى طرابلس ليحررها حسب قوله، والإعلان عن إعادة النظام السابق وتنصيب سيف القذافي على رأس نظامه الجديد القديم. غير أن أحلام حنيش أو أوهامه ذهبت أدراج الرياح عندما توجه بداية هذا الشهر في رتل مسلح انطلاقا من الجنوب الليبي باتجاه منطقة ورشفانة، إلا أنه وقع في قبضة قوة الردع الخاصة في اشتباك مسلح جنوب العاصمة طرابلس. وعقب اعتقال حنيش هددت مجموعة من أتباعه بقطع الماء عن العاصمة وتفجير خطوط النفط والغاز الممتدة من الجنوب إلى الشمال، ما لم يطلق سراحه خلال 72 ساعة في مشهد يعيد استنساخ أعمال الابتزاز التي تمارسها جماعات خارجة عن القانون اتخذت من ليل الصحراء سترا لإجرامها وأوهامها. خلال 72 ساعة أو يتم تسكير النفط والغاز أو تفجيره خلال 72 ساعة. قال الناطق باسم مركز السابع الطبي أسامة الوافي إن أحد الأشخاص لقي حتفه الأربعاء في زحام لمواطنين كانوا ينتظرون توزيع سيولة نقدية قادمة للمصرف التجاري في مدينة سبها. من جهتهم تداول عدد من النشطاء بالصفحات الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطوابير المواطنين أمام المصارف في بعض المدن الليبية دون أي تحرك من المسؤولين لحل الأزمة التي باتت ملازمة للمشهد الليبي. يشار إلى أن المصارف الليبية تعاني أزمة سيولة نقدية مزمنة، مما يضطر المواطنين للوقوف ساعات طويلة على أمل الحصول على سحوبات متواضعة سبق تحديدها بشكل مسبق من قبل المصارف. سمة غالبة تلقي بظلالها على حياة الفئات الدنية من المجتمع وتشمل شرائح المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية والجزء الأكبر من العاملين بالقطاع العام كالمعلمين وغيرهم، حيث تدني الرواتب ومعاناة طوابير المصارف. لم يعد الليبيون يقضون فقط في الحروب وبالرصاص العشوائي وفي صراعات الجماعات المسلحة التي لا ناقة لأحد منهم فيها ولا جمل، بل باتت طوابير المصارف أقرب طريق إلى المقابر، سواء أكان ذلك قضاء برصاص من يحرسونها أو الموت اختناقا في الزحام أو دعسا تحت الأقدام. التدافع والتزاحم أمام المصارف من أجل دراهم معدودة بات السمة الغالبة على الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد، وألقت بظلالها على الفئات الدنيا من المجتمع وتشمل شرائح المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية والجزء الأكبر من العاملين بالقطاع العام كالمعلمين وغيرهم، ممن وجدوا أنفسهم في مواجهة أزمة لا قبل لهم بها في وقت تذرعت فيه مؤسسات الدولة بأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان. سنوات مرت والمصرف المركزي يعد بأنه قاب قوسين أو أدنى من وضع خططه الطموحة التي سوف تنقذ الدينار الليبي من أزمته الساحقة الماحقة وترفع عن الليبيين عيشة ضنكا باتوا يحيونها وألما أشد وأنكى باتوا يعيشونه، مع إشراقة كل صباح يحمل بين طياته اللامبالاة من الأطراف السياسية المتناحرة والأجهزة التنفيذية التي تعيش في كوكب غير كوكب الأرض، وفيما تعلن قطاعات هامة من المجتمع دخولها في إضراب عام بعد أن أعيتها الحيلة في الوصول إلى حقوقها، تواجه بتحذيرات للمسؤولين بأنهم لن يقفوا مكتفي الأيدي إذا ما تمادى المضربون في إضرابهم، مما سيفتح الباب أمام الحالقة التي لا تحلق الرؤوس ولكنها قد تحلق مواطن الرزق والعيش. تمكن القائمون على محطة أوباري الغازية صباح الخميس بنجاح من تشغيل محطة كهرباء أوباري الغازية للمرة الأولى بعد استئناف الأعمال بالمحطة. أكد المهندسون القائمون على تشغيل المحطة أنه تم قبل فترة قليلة بنجاح تشغيل الوحدة الرابعة من المحطة باستخدام الوقود الخفيف، وأشاروا إلى أن هذا التشغيل يعتبر تشغيلا مبدئيا تحت المراقبة لفترة من الزمن قبل مرحلة التحميل على الشبكة العامة.
الجدير بالذكر أن محطة كهرباء باري الغازية تعتبر من محطات الإنتاج الكبرى، وتتكون من 4 وحدات وبقدرة إجمالية تصل إلى 640 ميجاوات. طلب سكان منطقة 7 بالزعفران غرب سرت المجلس البلدي والجهات الحكومية المختصة بضرورة الإسراع بإيجاد حلول لمعاناة المنطقة جراء ضعف وتذبذب التيار الكهربائي وعدم وجود مياه صالحة للشرب. السكان ناشدوا المجلس البلدي سرت والإسكان والمرافق وشركات المياه المختصة القطاعات المختلفة في البلدية ضرورة التدخل لحل المشكلات التي تواجه سكان حي 7 في الزعفران بشكل عاجل. ناقش مديرو إدارات وزارة التعليم بالحكومة المقترحة مع مراقبي التعليم بعدد من المدن الغربية آخر تطورات اعتصام المعلمين وتعليقهم الدراسة تزامنا مع بداية العام الدراسي. الوزارة على صفحتها الرسمية أوضحت أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة اجتماعات سابقة للوقوف على المعوقات التي تواجه المؤسسة التعليمية في ظل تواصل إقفال أغلب المدارس إلى حد الآن نتيجة اعتصامات المعلمين. سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء عددا من خراطيم التسليك للشركة العامة للمياه والصرف الصحي في بنغازي. رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بشركة المياه والصرف الصحي منصور العريبي قال إن الشركة تسلمت عدد 13 لفة من خراطيم التسليك الخاصة بسيارات تسليك مياه الصرف والأمطار، مشيرا إلى أن الشركة تعاني ضعفا ونقصا في الإمكانيات. من جهته قال مهندس قسم المياه والسكن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بنغازي أبو بكر جودلة أن اللجنة أقدمت على دعم الشركة وذلك عبر تسليمها لعدد من خراطيم المياه التي يصل طولها إلى 50 مترا. لم تعد المساعدات الإنسانية من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتصرة على مخيمات النزوح، بل امتدت إلى دعم شركات القطاع العام باحتياجات أساسية تأمينها من مسؤولية الدولة الليبية. لا أحد يمكنه التكهن بالمصير الذي يتربص بمؤسسات الدولة الليبية ذات الارتباط المباشر بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بعد أن باتت عاجزة عن توفيرها ولو جزئية، خدمات المواطن في أمس الحاجة إليها، وقصر القطاع الخاص عن سد العجز فيها فبات يهتم برفع الأسعار دون اهتمام بالجودة، فصار عمله كأنه أصابته ريح فجعلته هباء منثورا. المنظمات الإنسانية لم تقصر اهتمامها على المعوزين في مخيمات النزوح التي باتت وصمة عار في جبين الدولة النفطية الثانية إنتاجا على مستوى إفريقيا، بل امتدت يد العون إلى الشركات العامة، فها هي شركة المياه والصرف الصحي في بنغازي تتسلم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عداً وحصراً 13 خرطوما لتسليك مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار بعد أن عجزت الدولة عن توفيرها، بينما تفلح نفس الدولة في كل مرة في توفير النقد الأجنبي من السوق الموازية لرحلات النواب والوزراء ومن يسير وراءهم من حملة الحقائب والمتاع. الخراطيم التي أسعدت العاملين في الشركة أثلج تقديمها صدور العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث عبر أحد مهندسي اللجنة في بنغازي عن أن دعم شركة الصرف الصحي بتلك الخراطيم 13 والتي يبلغ طول كل منها 50 مترا سيسهم في حل مشاكل واختناقات شبكة المياه والصرف الصحي في بنغازي عقب توقف عدد من سيارات التسليك عن العمل بسبب نقص في خراطيم التسليك وتهالكها. يبدو أن ما تحتاجه البلاد في المقام الأول ليس خراطيم لتسليك مياه الأمطار، بل أخرى لتسليك العقول من وهم السلطة والتقافز إلى مراكز القيادة والحكم في بلد أحدث فيه نزاع الكراسي ندوباً وجراحاً حفرت أخاديد بعمق مأساة الوطن. قال
قال برنامج الأمم المتحدة للماء إن أكثر من 17% من المستشفيات في ليبيا أغلقت أبوابها. حسب البرنامج فإن أكثر من 500 مدرسة تضررت جراء الحروب في البلاد، في حين يعاني 400,000 شخص من انعدام الأمن الغذائي حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أكدت الناطقة باسم البعثة الأممية في ليبيا سوسن غوشاب أن الأمن الدبلوماسي التابع للسلطات الليبية ومن يقوم بحماية البعثة خلال تنقل موظفيها خارج مقراتهم. الناطقة باسم البعثة الأممية في ليبيا سوسن غوشا أوضحت أنه لصحة لنشر 59 جنديا من النيبال لتأمين موظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمقرها في ليبيا. رفضت محكمة الاستئناف البريطانية منح صندوق الثروة السيادية الليبي الحق في الطعن على قرار أصدرته المحكمة العليا في لندن عام 16,2000 في الدعوى التي أقامها الصندوق البالغ حجمه 67 مليار دولار ضد بنك جولدمان ساكس بقيمة 1.2 مليار دولار وفق ما نشرته وكالة رويترز. وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد خسرت دعوى عام 16,2000 تتعلق باستثمارات في 9 استثمارات في مشتقات أسهم جرت عام 2008 وتبين أنها عديمة القيمة. وهذه جولة مشاهدينا في أخبار البلديات. عقد ببلدية صبراتة الأربعاء لقاء تقابلي بين أهالي وأعيان صبراتة لمناقشة سبل تحقيق المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي بين أهالي المنطقة. وناقش اللقاء الأوضاع الراهنة بالمدينة وآلية عقد مصالحة وطنية شاملة بين أهالي صبراتة لتوحيد الكلمة وطي صفحة الماضي ولم الشمل والحث على التعايش السلمي بين أهالي المدينة. أعلنت بلدية الزاوية الغرب أن البلدية عازمة على جلب اسطوانات الغاز من شركة البريغا لتسويق النفط بالعاصمة طرابلس، والإجراءات جارية بالخصوص، علما بأنه تم تحويل المبلغ المخصص إلى شركة البريغا في الفترة السابقة. ونوهت البلدية عبر صفحتها على الفيسبوك أصحاب اسطوانات الغاز الحاجزين الانتظار حتى يتم جلب الاسطوانات في القريب العاجل، ومن أراد استرجاع المبلغ الحضور إلى مقر البلدية وإحضار ما يفيد بذلك. تعتزم إدارة الخدمات الصحية في طرابلس بالتنسيق مع مكتب الصحة في البلدية إطلاق حملة تطعيمات ضد مرض شلل الأطفال والمركب الفيروسي، وذلك برعاية منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض. وذكرت مصادر في بلدية طرابلس المركز أن موعد انطلاق الحملة سيكون اعتبارا من يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري وتستمر إلى 2 من نوفمبر المقبل. أقيم ببلدية مصراتة حفل تخريج فريق مكافحة الجريمة المنظمة بالتعاون مع وحدة تدريب الغوص والإنقاذ بالإدارة العامة لأمن السواحل التابع لجهاز المباحث الجنائية، حيث قدم الفريق عرضا حيا تضمن النزول تحت الماء بالمعدات وجمع مخلفات الحرب والمتفجرات، كما قدم الفريق مناورة حية لمكافحة الجريمة البحرية بالزوارق. واستمرت الدورة لمدة شهرين، تلقى خلالها المتدربون كل فنون الغوص والتعامل مع الجريمة البحرية ومسرح الجريمة، واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج على المتدربين. أكد مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي في المنطقة الوسطى محمد السائح أن القسم المالي في الصندوق أحال جميع حوافظ المعاشات الضمانية عن شهر أكتوبر الجاري إلى المصارف التجارية في سرت. وقال مدير فرع الصندوق لبوابة الوسط إن عدد المستحقين للمعاشات الضمانية من فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالمنطقة الوسطى يبلغ أكثر من 11,000 شخص، وإن القيمة الشهرية التي تتم إحالتها للمصارف التجارية تبلغ أكثر من 5 ملايين دينار. أكد مسؤول الشؤون الطبية بمركز دبرق الطبي الدكتور عدنان بودية الخميس توقف محطة تحلية المياه الخاصة بالمركز عن العمل
قبل أيام بسبب نفاد مواد تشغيلية مكملة للمحطة. وقال أبو دياء إن توقف المحطة بالمركز سبب لنا أزمة حقيقية نظرا لاحتياج المركز للمياه طوال اليوم، مشيرا إلى أن المركز أصبح يعتمد على فائض الخزانات وشاحنات نقل المياه، محذرا من أن يؤثر ذلك بالسلب على المرضى والطواقم الطبية بالمركز. اختتمت الخميس دورة الدراسة التمهيدية والقسم العملي للقائدات بمفوضية وادي الحياة للكشافة والمرشدات، وتهدف الدورة لتأهيل قائدات فرق إرشادية وللرفع من الكفاءة، حيث كان عدد المشاركات في الدورة التدريبية 29 قائدة. كما ألقيت عدة محاضرات ودروس في أسس الاتصالات والعلاقات وأسس التخطيط وإعداد الخطط. تمكن فريق الصيانة التابع لشركة المياه والصرف الصحي مكتب البونيس الخميس وبمساندة عدد من الشباب المتطوعين من إصلاح الخط الرئيسي لمياه الشرب بمنطقة سمنو. وتعرض الخط الرئيسي للمياه منذ أيام إلى كسر نتيجة أعمال حفر من قبل أحد المواطنين بالمنطقة، مما أدى إلى قطع المياه على عدد من مساكن المواطنين بالمنطقة لمدة تزيد عن 4 أيام. وهذه جولة في الأحوال الجوية ليوم الغد. وهذا تذكير بأبرز العناوين. لجان الصياغة بالبرلمان والدولة تستأنفان جلستيهما غدا السبت، ومصادر تؤكد قرب انتهاء الجولة الثانية من الحوار. تحقيقات اغتيال الصحفية المالطية غاليزيا تثبت تورط جهات إيطالية ومالطية رسمية في عمليات تهريب النفط الليبي. في درنا مقتل عنصرين من مجلس الشورى للمجاهدين في اشتباكات مسلحة جنوب المدينة. وتابعتم معنا أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقول بأن 500,000 ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن وطيب المتابعة، تحية مني ومن زملائي الفنيين خلف الكواليس، تصبحون على خير.